السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لماذا كانت الجهمية الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة هم أكبر أصناف المرجئة؟ يعني ما يصدق، يقول إن ولو ما صدق، اللي ما يصدق يكون مؤمن، اللي ما يصدق يكون كافر. هم يقولون لا، مؤمن ما دام يعرف إن هذا حق ولو لم يصدقه.